هاي يسرى طلعت من البيت؟ ايه هادي يسرى؟ الو يسرى؟ ايه انوار؟ بعدك انت اهلك؟ انا كنت عند اصحابي، وليش رايحه لعندهم؟ خير؟ في شي؟ ايه في، احنا لازم نلتقى ونحكي. انت هيك عم تصعبي الامور بيني وبينك. انا عم صعب الامور؟ لك انوار اسمعني منيح، بس افضى انا ببقى بحكيك تنلتقى ونحكي، مع انه بعرف كثير منيح عن شو بدك تحكيني، وانت بتعرف كثير منيح شو هو قراري. بدنا نحكي عني وعنك. بيني وبين علا ما في شيء لحتى اتركها مثل ما انت بدك. المشكله بيني وبينك بس، لازم نحكي. ايه طيب عم بقلك ما في مشكلة، بس افضى بنبقى بنحكي. شو عم بلعب معك انا؟ ليش انت بشو مشغولة لحتى انطرك لتفضي؟ ما تعلي صوتك علي انور. ارجعي على البيت لحتى نحكي على رواق. ايه طيب، بس ارجع على البيت تبقى حضر لحالك للحكي. ماشي انور، ما حزرت. شو بدنا نعمل هلا؟ أول شي وطي وطي. دارين قطعت أمي. دارين نزلي وخذي تاكسي وروحي لعند سامي، هلا بيكون مشغول بلا لا 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 ما رح أتركك لوحدك. قومي فلي بدي الحقها. يلا 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 دارين يلا. علا وينك؟ عمتي انا بالشغل ويمكن اتاخر شوي ترجع. بتاخري كمان؟ انا بدي افهم شو صايبك انت، من ايمتى كنت هيك؟ هلا بدي اعرف انت وين. عمتي والله انا بالشغل، ووقت ارجع بخبرك بخبرك شو صاير. ما حزرتي عمتي، هلا بدي اعرف كل شيء ومع مين انت. عمتي حبيبتي عم اقول لك والله انا بالشغل. لكن وينك؟ الله يخليكي ما تخليني عصيب، مش ناقصني. عمتي حبيبتي انت، انا عم بحقق بقصة دعارة صراحة، وواقفة هلا قدام بيت وعم راقبه وصوره، فما فيني كثير احكي وعلي صوتي. دعارة؟ ايه عمتي دعارة، وانا هلا واقفة وناطرة كلمتا يظهر المسؤول تصوره واكمشه بالجرم المشهود. طيب طيب عمتي، بس الله يرضى عليكي، بطلي لي اياهم هالتحقيقات اللي كلها خطر بخطر. حاضر حاضر عمتي حبيبتي. ليكي شكله وصل حدا، لازم سكر معك. اوكي يا ما رح اتاخر، وعد. باي باي. تقبريني
سوري سوري حياتي سوري. صار لي ساعة واقفة برا. خفيت ما بعرف شو صار لي، تفضلي تعالي.